إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك بك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.